فاز الأرنب، فاز السلحفاة، فاز الأرنب، فاز السلحفاة، فاز الأرنب، والله فاز الأرنب، فاز الأرنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة اليوم. مين فاز؟ فاز الأرنب ولا فازت السلحفاة؟ الكل بعرف القصة اللي أخذناها وإحنا أطفال، المسابقة اللي بين الأرنب والسلحفاة، وفي النهاية فازت السلحفاة لأنه الأرنب كان كسول والسلحفاة كانت مجدة. الحقيقة اللي كنا نعرفها إحنا أطفال اللي كنا إحنا مغيبين عنها. الوجه الثاني من الحقيقة يا جماعة الخير، هل حقيقة الأرنب خسر؟ هل حقيقة الأرنب بخسر؟ هل حقيقة الأرنب غير مجد؟ لا، الحقيقة إنه مش مقارنة أصلاً، لأنه الأرنب كان يعرف وين يروح وين يجي. إحنا تعودنا في القصة الأولى إنه إحنا دائماً نشتغل ونعيش ولازم نجد ونوصل لخط النهاية. وين خط النهاية؟ إحنا ما وصلنا شيء. الحقيقة الثانية اللي هي لازم نعرفها إحنا كلنا إنه الأرنب كان يعرف هاي الحقيقة، ما مش متعب حاله، هو في حقيقة مجد، هو الحقيقة مجد. ليش؟ لأنه كان يعرف، لأنه فيش مقارنة بينه وبين السلحفاة، وفي الآخر هو الأرنب نشيط فعلا. خلينا نعمل مقارنة بسيطة، لو الأرنب فعلا كسول والسلحفاة كسولة مين بيفوز؟ الأرنب. لو الأرنب نشيط والسلحفاة نشيطة مين بيفوز؟ الأرنب. إذا نحن في حقيقة وهمية دائما الأرنب بيفوز، لأنه الأرنب فعلا أذكى وأقوى وأنشط، فيش مجال للمقارنة. الحقيقة الثالثة اللي احنا غايبين عنها اللي هو خط النهاية اللي احنا بدنا نوصل له دايما، وحطوا لنا سباق وخط نهاية. ليش؟ هل في حقيقة خط نهاية؟ لا، الأرنب كان عارف الحقيقة، كان مش متعب حاله، أهم شيء العمل بذكاء ومخ وقوة. الآن السلحفاة دايما تشتغل وتتعب على الفاضي. بالآخر ما في، إذا فيش مجال المقارنة، المقارنة بين قطين، المقارنة بين الأرنب وبين السلحفاة. للأسف احنا كنا في حقيقة وهمية ما كنا نعرف عنها، بس لما كبرنا وثقفنا وعرفنا عن هاي القصة وتمعنت فيها وقرأت عنها، الحقيقة ما فيش خط نهاية، الحياة مستمرة، الحياة استمرارية، كل واحد بيشتغل حسب قدرته وحسب طاقته، كل واحد بيشتغل. الأرنب له طاقات معينة والسلحفاة له طاقات معينة، كل إنسان خلق لشيء معين، وربنا هاي رسالة موجودة ربانية. بتمنى تكون رسالة وصلت، رسالة بسيطة صغيرة، ما رديش أعمق في القصة كاملة لأن فيها تفاصيل كثيرة، بس القصة بشكل بسيط إنه إحنا بندور على خط النهاية وحقيقة فيش خط نهاية. مين الأرنب ومين السلحفاة؟ أنتوا أدرى. تنسوش قبل ما أطلع الاشتراك والتعليق والمشاركة والإعجاب، والسلام عليكم.